حيوت اليوم بطون ماريو غادي نقترح عليكم بطبوط معمر بحشوه ديال الطون، وهذه من الشهيوات اللي ما كتختناش على مائده الفطور في رمضان. غادي نحتاجوا اول حاجه لبطبوط صغير، اما ناخذوا وجد اولا نحضروه، وكنا عطيناه في عده حلقات. بالنسبه للبطبوط الصغير غادي ناخذوا الكميه 10 حتى 20 يعني رغيفات ديال البطبوط على حسب عدد افراد الاسره. غادي نحتاجوا جوج العلب ديال الطون بالزيت النباتي، زلافه متوسطه ديال الفرماج حمر محكوك، زلافه صغيره ديال الزيتون الخضر مقطع صغير، علبه ديال الذره المايس يعني كنشلوها مزيان من هذاك الماء اللي كتكون في العلبه وكنسقطروها مزيان. غنحتاجوا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال المايونيز. الكابتن ماريو يجوب البحار ويذهب الى ابعد مكان ليصطاد التون الفريده، ويختار لكم ايضا اجود ما في الطبيعه من خضر وتوابل ليحضر لكم وصفات التون ماريو الشهية. اكتشفوا وصفة التون مطشات ماريو جديدة خطرة وجديدة. مذاق البحر، جودة ماريو. طريقة سهلة ديال هذا البطبوط معمر بالحشوة ديال الطون، وكيوجد يعني في 5 ديال الدقائق قبل من الفطور ديال رمضان. فغادي نخلطوا المقادير كاملة، ناخذ واحد الإناء غارق وغادي نخلطوا فيه جوج العلب ديال الطون بالزيت النباتية، نضيفوا ليها زلافة متوسطة ديال الفرماج حمر محكوك، زلافة صغيرة ديال الزيتون الخضر مقرد رقيق، علبة ديال الذرة ديال المايس، ونتبلوا الخليط بشوية ديال الملح شوية ديال الإبزار، وكنخلطوا مزيان هذه المقادير كلها. ثم كناخذوا بطبوط صغير وكنحلوه بالمقص واحد شوية، كندهنوه بالمايونيز وكنعمروه بمعلقة كبيرة عامرة ديال الحشوة، ومباشرة كنديروا في الوجه ديال كل بطبوط وشوية ديال الفرماج محكوك من الفوق يعني في المقدمة، باش ملي ندخلوه الفران تقريبا واحد 3 ديال الدقائق. من الأفضل على أنه نديروا الفران سخون من قبل، ومن بعد كنطفيو الفران وكندخلوا هذا البطبوط اللي درنا فيه من الفوق الفرماج حمر باش كيدوب عليه وكيجي مقرمل شوية هذاك البطبوط، ثم كنخرجوه بالصحة والراحة.